الحمد لله اليوم رجعنا للبلاصه ديالنا اللي معروفه علينا هي الصداره، حيت فريق الرجاء ما كيرضى بحتى شي مرتبه من غير صداره. والحمد لله هاد ثلاثه انتصارات متتاليه رجعونا للقمه. الحمد لله بعد هذا الانتصار ديال اليوم بعد التوقف الدولي ان شاء الله كنتمنى من المكتب المسير يتعاقد مع مدرب في مستوى فريق الرجاء اللي استغلوا فتره ديال التوقف الدولي ورموا الصفوف. بالنسبه للانتدابات الجديده كيفاش؟ والحمد لله حنا كرجاويين انا بالنسبه ليا مرتاح للتركيبه البشريه كتوفر على الرجاء. انا كنظن ان التركيبه البشريه اللي عندنا هذا العام احسن من ديال الدولي. انا بعدا من وجهه نظر ديالي الحمد لله اي تغيير كيقوم به المدرب كيكون في المستوى. مقدمه كيفاش كتشوف هذا؟ هو بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي راه هو العادي، الصداره راه هي العاديه نورمالمون. خاصنا مثلا حنا دينا الدوبلي خاصنا نبقاو شادين الاستمراريه، نبقاو هذا وقعوا شي مشاكل ديال بعض اللعابه مشاو بحالاتهم، المدرب مشى وقع المشاكل الرئيس. مهم صلحوا الاخطاء الحمد لله. جا دار مكتب اخر برئاسه عدي الهاله، داروا انتدابات. كان واحد الاشكال واحد شويه بدينا واحد ديبار ما هوش في البطوله، الماتش الاول مع بركان والماتش الثاني مع طنجه. مشى المدرب، جا المساعد المدرب، المهم عطى الاكل ديالو، تحيد ذاك المنع، ترفع لنا المنع. المهم دخلوا اللعابه، نقدر نقول لك عندنا البونتوش، لان كانت عندنا 11 لعاب ولكن ما كانش عندنا حنا البونتوش اللي كيعطيك الاضافه، ماشي احتياط نو، البونتوش اللي كيعطيك الاضافه. ولا خير ديالي راك شتي الماتش ديال اولمبيك اسفي، راك شتي الشونجمون اللي دار، وشتي الماتش ديال الفتح، وشتي حتى الماتش ديال اليوم ديال الزمامره. والماتش ديال اليوم ربحوه المدربين، لان سميتو اللي كيتعرف على المدرب ديال نهضه الزمامره شويه تكتيكي، كيلعب على التكتيك بزاف، وربحوا اليوم المدرب جيناني. كنتمنوا من الله يوفقه الله يسهل عليه. وحنا كجمهور ديال الرجاء حنا راه ما كتهمنا الا الصداره، راه ملي كتربح الرجاء راه عندنا سيمانه زايه، كنساو مشاكلنا وكنسى الدنيا وكنساو ما فيها. عندنا الرجاء هي حياتنا، هي كل شيء، وديما رجاء والله يعلي الدرجه وبلا حتى حاجه. اولا شكرا خويا سمير، فانتصار مهم، ثلاث نقاط يعني كانت مهمه في مسار البطوله. وحنا كنعرفوا المباريات مع الفرق المغموره، احتراماتنا لفريق الزمامره اللي دار ان بريمير ميطون من المستوى العالي، خصوصا على المستوى التكتيكي. كيكون في الشوط الثاني يعني صعيب باش تبقى راجع مع فريق الرجاء الرياضي 90 دقيقه للوراء. فالشوط الثاني يعني اللاعبين الاكسبيريونس ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء قالت الكلمه ديالها، خصوصا الاظهره ديال فريق الرجاء اللي كيأديو بمستوى عالي، لا بولكسوت ولا بالعمري اللي دائما كيديروا لا ديفيرونس في انتظار يعني الوافدين الجدد على انهم يقولوا الكلمه ديالهم، وعطاو يعني واحد الاشارات قويه لا ساخو ولا بيكورو يعني اللي جايين، اضافه للمدافع بن عيسى بن عمر اللي دار كذلك مباراه في المستوى. فالرجاء الرياضي حامل اللقب يعني كيعطي اشارات قويه رغم البدايه المتعثره اللي كانت في دو ماتش الاولين اخويا سمير، ولكن الرجاء يعني قادم بقوه ان شاء الله من اجل المحافظه على اللقب ديالو ان شاء الله. وعلى انه البطوله الوطنيه تحسن، وحنا كنشوفوا يعني الاستحقاقات اللي جايه منا كاس افريقيا ومنا لا كوب دي موند اخويا سمير، فخاص حتى كما الجامعه كدير واحد الدور كبير على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الهيكله ديال الانديه، خاص حتى العنصر البشري حتى هو نستثمروا فيه، لانه كنشوفوا بعض المسيرين صراحه ما كيتماشوش مع المشروع ديال كره القدم. ومنهم واحد الرئيس اللي ما بغيش نسميه اخويا سمير اللي كيدير لعبات، باش تكونوا واقعيين راه من العيب والعار انك تدخل مستودع ديال الحكام، وحنا كنشوفوا كل مقابلات تطفول. بغينا الا كان هذا القانون خارج من عند لا فيديراسي وطبق اخويا على جميع لي بريزيدون ديال لي كلوب، حنا ما عندناش مشكل. اي رئيس يجي يهبط للتيران يدخل عند الفيسير عند الحكام يهضر مع الحكام، واش هذا السيد هذا عنده السلطه ولا كيبغي يدير الشعبويه وكيبغي يدير الشاو؟ حنا عارفين هذا الشيء، والهدف ديالو هو يدير الضغط على الحكام، وراه الفريق الوحيد اللي يدير الضغط على الحكام هو فريق الغريم. باش نكونوا واقعيين، هاد الحكام راه خصنا نساندوهم وخصنا نعطيهم يد المساعده، لانهم يلا اول عام في الدوري الاحترافي، وانا ما بان لي هاد الحكام هادو شوف ما كاينش شي حكم كيعطي لي كادو. باش انا مني بدات البطوله وانا كنتفرج اخويا سمير جميع الحكام، هاد الشباب خصنا نساندوهم وندعموهم باش نزيدوا بكره، ماشي اي حكم دار شي حاجه. واش هاد الفريق الا ما قدرتيش تماركي برجليك، واش البوطو قداش وفمك قداش وماركيها في الشبكه وقول لها ربي يطيح يديك، وانت فين ما كتخسر ولا كتعادل كتقول كتعلق القبه على الحكم؟ اسمح لي الفريق ديالك ضعيف، فريقكم ضعيف، ماركي اخويا في الشبكه وكل شي واحد يحيدها لك. ورا شوف خويا سمير اللي بغينا نزيدوا بالكره القدام هاد المسيرين ما خصهمش يبقاو. شكرا اخويا.